افتتح سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المخرج الجديد من منطقة المساتين بمحافظة المحرق إلى جسر الشيخ عيسى بن سلمان ضمن أعمال المرحلة الثانية من مشروع رصف الطرق الترابية في مجمعي 226 و228 بالمساتين. الوزير أوضح بأن المخرج يقع خلف مستشفى الملك حمد، حيث تم ربط شارع 9 مباشرة بالجسر المذكور، وسيعمل على تخفيف الازدحامات المرورية وتأمين انسيابية الحركة المرورية بالمنطقة وتخفيفا لمعاناة المواطنين والمقيمين في الخروج من منطقة البسيتين باتجاه المنامة وتقليل زمن الرحلة. وأشار إلى أن الإعمار في منطقة البسيتين تشهد تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وقد تم إيجاد هذا المنفذ ليواكب الزيادة المضطردة في عدد المركبات وزيادة حركة المرور في المنطقة، والتي تسهم فيها الزيادة الملحوظة في المشاريع الاستثمارية والمحلات التجارية. وكشف سعادة المهندس خلف بأن العدد الكلي للمركبات على شارع الغوص حاليا يبلغ في الذروة الصباحية 1476 مركبة في الساعة، ويبلغ في ذروة الظهيرة 1715 مركبة في الساعة، بينما يبلغ في الذروة المسائية 1330 مركبة في الساعة، مشيرا إلى أن نسبة انخفاض حجم الحركة المرورية على شارع الغوص بسبب افتتاح المنفذ الجديد سيبلغ 20% في المتوسط. المخرج الجديد إن شاء الله راح يسوي إضافة إلى شبكة الطرق في هذه المنطقة التي تشهد ولله الحمد حركة عمرانية كبيرة جدا من ناحية المشاريع الإسكانية وأيضا المشاريع الاستثمارية في هذه المنطقة. المخرج الجديد إن شاء الله راح يخفض الازدحام المروري اللي يعاني منه الكثير من قاطني هذه المنطقة على شارع الغوص، وسوف يسهل عملية الوصول من وإلى مستشفى الملك حمد وأيضا المرافق المجاورة بلدية المحرق والمجلس البلدي وبالأساس المنطقة السكنية والاستثمارية في هذه المنطقة. في البداية أحب أشكر جميع العاملين في هذا المشروع الرائد. طبعا هو ابتدى في مجمع 226 و228 لمنطقة البسيتين في المحرق، راح يخفف الازدحام بإذن الله تعالى عن المنطقة بنسبة تصل إلى 20% عن شارع القوس. طبعا هذه لينك إلى المنفذ مثل ما يقولون الثاني حق المحرق، طبعا في منفذ ثالث هو جسر الشيخ خليفة بن سلمان، والآن في عندنا منفذ رابع راح يروح يكون الجسر الرابع اللي يربط أيضا مدينة المحرق بالعاصمة المنامة. أنا نأمل إحنا أن هذه راح يساعد المواطنين بإذن الله تعالى ويخفف الازدحام بشكل كبير جدا. هالمناسبة الكريمة، مناسبة افتتاح استمرار شارع 9 بجسر الشيخ عيسى، طبعا هاي الشوارع يعني مهمة جدا خاصة فيها التنمية دي العظيمة اللي تشهدها محافظة المحرق ومنطقة البسيتين. فبالمناسبة دي أنا شخصيا شاكر ومقدر للجهود اللي بذلت من قبل أخي وصديقي الأستاذ المهندس عصام خلف، إلى المجلس البلدي، إلى الإخوان النواب، إلى كل من ساعدنا في عمل هذه التوسعة وهذا المتنفس اللي يعني أنا أقول لكم كمحافظ يوميا يعني الحوادث والزحمة على التقاطع المتجه إلى جسر الشيخ عيسى، فالحمد لله، والقادم بعد أفضل وأحسن.